مرحبا بحضراتكم مجددا، وعايزة أقول لحضراتكم أنه وسط اللي بيحصل في العالم ده كله، وفي ظل كل الضغوط اللي بتحصل علينا، سواء كانت هذه الضغوط اقتصاديا أو سياسيا، النهاردة لفت نظري تصريح في غاية الأهمية لوزير المالية المصري دكتور محمد معيد. قال إيه؟ قال إن مصر سددت كل التزاماتها الخارجية اللي بلغت 52 مليار دولار خلال السنتين اللي فاتت، وإن مصر ملتزمة بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة. النهاردة ده كان اليوم اللي وعد بيه معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالتخفيضات اللي هتحصل في السلع لحضراتكم. النهاردة بالفعل بدأت وزارة التموين بالتعاون مع الجهات المعنية تطبيق مبادرة تخفيض أسعار بعض السلع الأساسية بنسب من 15% لـ25%، ودي طبقا لتوجيهات زي ما قلت لحضراتكم دكتور مصطفى مدبولي. خليني أعرف تفاصيل أكتر ونعرف. أرحب بالأستاذ أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين. دكتور أحمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور أحمد، أهلا بيك فندم. دكتور أحمد أستاذن حضرتك كده، محتاجة كده أعرف البداية كانت النهاردة لسبع سلع، محتاجة أعرف منك النهاردة في مصر كيلو السكر بكام، الرز بكام، كلمي المكرونة سعرها كام، الحاجات الخاصة بأكلنا كمصريين والاستهلاك اليومي. تفضل دكتور أحمد. في البداية طبعا زي ما حضرتك أشرتي، في ظل الأعباء المعيشية أو الظروف الاقتصادية المحيطة بمعظم دول العالم ومصر طبعا منها، في مبادرة من مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. الهدف خليني في ظل وجودك معايا أحيي القطاع الخاص المصري الوطني الحقيقة. نعم، يعني أنا بقدم لهم كمان تحيات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي وممثلين في الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، لأن هم شركائنا المعنيين في هذه المبادرة. نسبة التخفيضات اللي تم الالتزام بها والإعلان عنها 15% تصل إلى 25% وفي بعض السلع بتصل إلى 30%، تشمل المجموعة السلعية الأولى من هذه المبادرة لمدتها 6 أشهر، الفول، الأجبان، الجبن الأبيض، الزيوت، المكرونة، السكر، زيت، الدواجن، البيض، والرز والزيت. دي حضرتك مجموعة من السلع الأساسية. وطبعا الناس كلها أو حضرتك بتتسألي كيف تم تخفيض الأسعار في ظل هذه الظروف. زي ما حيينا القطاع الخاص، نتكلم عن إجراءات حكومية ممثلة في الوزارات المعنية التموين والتجارة الداخلية. على فكرة يا دكتور أحمد، المبادرة دي كانت قبل اللي بيحصل في غزة طبعا، فكون إن